لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. محاضر النهاردة عن الأعمال الصحية. الأعمال الصحية بتشمل الأجهزة الصحية ومشتملاتها، أعمال التغذية بالمواد والغازات العلوية، بعد كده أعمال الصرف الصحي. تمام، هنبدأ ناخد كل بند لوحده وهنشوف مشتملات كل بند إيه. عند الأجهزة الصحية بتشتمل على، طبعا ممكن تزيد، أحواض غسيل الأيادي، أحواض غسيل الأوانم من الزهر أو الفقرة أو الاستنس أو الفجر أو الركام. بعد كده عندي حوض دوش أو حوض أدم من الزهر أو الصاج أو الفايبر المطلب الصيني. بعد كده عندي حوض حمام بانيو دائري أو ربع دائري أو مستطيل من الزهر أو الصاج أو الفايبر أو الريكريت. بعد كده عندي مرحاض بلدي أو شرقي. بعد كده عندي مرحاض أفرنجي، وبيتكون من صندوق طرد عالي أو صندوق طرد سفلي. بعد كده عندي بيديه. بعد كده عندي مداول فردية أو مشترك. كل حاجة من ديت هتلاقي لها تفاصيل أكتر في المواصفات الخاصة بالمشروع. المواصفات الخاصة بالمشروع بتشرح لك تكوين الإيه، تكوين كل بند لوحده أو كل جهاز لوحده. يعني مثلا عندي مرحاض شرقي، مثلا هتلاقيه مثلا بيتكون من قاعدة، بيقول لك هنا قاعدة مقاسها مثلا 60 في 65 سنتي، تخانتها لا تقل عن 6 ملي، أسطحها ظاهرة مطلية بالصيني الأبيض، وبها دواسين الأرض، وسطح القاعدة بها ميول متجهة نحو فتحة السلطانية، مشكلة بالقاعدة تجويف للمشط. تمام، مشط النحاس المذكور دي رقم 2، مشط النحاس المذكور المطلي بالكروم. بعد كده عندي سلطانية بسيفون بي أو إس. السيفون بي أو إس ده علشان الريحة، وبفتحة للتهوية أو بدونها على حسب الحالة. بعد كده عندي صندوق طرد ذو سعة عاملة 11 لتر مثلا، من النوع زيت جرس وغطاء من الزهر. تمام، بيشرح لي كل تفصيلة كل حاجة لوحدها في المواصفات. بعد كده مثلا عندي أنبوب الطرد، من كل ده تكوين إيه، كل ده مكونات المرحاض الشرقي. رقم 5، أنبوب الطرد من الرصاص، قطرها 35 على 43 ملي. بعد كده عندي حنفية بيد تي. بعد كده محبس من النحاس بقلب من البرونز المطلي بالنيكل. بعد كده عندي رقم 8، الوصلات اللازمة للصرف والتغذية والتهوية بالأطوال والأقطار الموضحة على الرسم. تمام، كل بند طبعا بيشرحه لوحده وبيبين لك ازاي تعمله او تلتزم بيه لما تيجي تنفس، او اللي هي المكونات المطلوبة لكل جزء على حدة. تمام، عندي المرحاض الافرنجي مثلا بيتكون من سلطانية من الصيني الحديد الابيض او الملون حسب الطلب، بدون حجر ذو ظهر رأسي من النوع ذو التفريغ الذاتي، ولا سيفون من النوع الخاص بهذه المراحيض، مكونا مع سلطانية قطعة واحدة، ويكون هذا السيفون من النوع بي أو إس حسب الحالة، يثبت على الأرض بمسامير من النحاس مطلية بدقيقة الكرة. بعد كده صندوق طرد واطي من الصيني الحديد الأبيض أو الملون حسب الطلب. بعد كده مقعد مصدار من البلاستيك. بعد كده وصلة أو جلبة ذات شفة ووردة، وكل من النحاس المطلي. بعد كده محبس من النحاس، توصيلات الصرف والتغذية والتهوية. تمام، يعني كل جزء بيوضح لك فيه الإيه، المكونات بتاعته ومواصفات الكلام ده. حمام البانيو مثلا بيتكون من حوض حمام من الحديد الصلب بخامة لا تقل عن 3 ملي، مطلي بالصيني الأبيض أو الملون حسب الطلب. بعد كده طبق بمصفاة للمخرج قطر 50 ملي من النحاس المطلي كروم،
بغطاء من الباكيت وسلسلة من النحاس مثلا. خلاط من البرونز مكون من محبسين، عدد 2 محبس قطر 15 مللي، جميع توصيلات التنزيه والصرف والنقل. احنا لاحظنا وانا بقرا المواصفات دايما يقول لك جميع توصيلات التنزيه والصرف بالاقطار الموضحه على الرسومات بالطول اللازم لخارج الطاوله، معناه ان كل جهاز من الاجهزه ديت تمام محمل عليه توصيلات التغذيه والصرف لأقرب مخرج عندي، تمام؟ دي ودي برضه هنشوفها بعد كده، خلاص؟ واضحة النقطة دي؟ ننقل على الجزء اللي بعده، عندي بعد كده التغذية بالمية بتنقسم لحاجتين، التغذية الخارجية والتغذية الداخلية. التغذية الخارجية بتبدأ من المخازن العمومية وتتولى البلديات تركيب العدادات وبطاريات التوزيع ومحبس الضمان دون أي تدخل من المالك باستثناء طلب تركيب العداد وعمل مخارج الإيه الرئيسية. دي التغذية الخارجية. أنا يعني البلدية بتيجي بتوصل لي وتركب لي العداد، دي ما فيهاش أي حاجة، خلاص. التغذية الداخلية تبدأ من بطاريات التغذية الرئيسية، تشمل التفريعات الصاعدة لكل أدوار أو لكل شقة أو لكل قسم من أقسام المعدة. يتم تحديد توصيف أقطار هذه الفروع بحسب الضغط المطلوب للمية وارتفاع المبنى. في طبعا جدول بيوضح على حسب استهلاك الفرد، مثلا بيكون الضغط المطلوب كذا، أو لكل وحدة سكنية مثلا، أو لكل نوع من أنواع المباني، مثلا مستشفى المطلوب بها ماسورة قطر كذا أو كذا. والكلام ده طبعا بيتصمم، تمام، وفي الآخر خالص بيتحط في رسومات وبيوصل بعد كده للناس اللي بتنفذ، تمام. تتدرج هذه الحجوم من 1 ل2 بوصة للتغذية الرئيسية إلى نص ل3/4 بوصة للتفريعات الداخلية، وتعمل جميع أنواع المواسير للتغذية من الحديد المجلفن أو البي بي سي، وتقاس أقطارها من الداخل. يعني أنا بقيس قطر الماسورة من الداخل مش من الخارج. جميع الملحقات الجلب العادية والمسلوبة والكيعان والتيهات والطبات من أجود، لابد إنها تكون من أجود الأنواع، خلاص، تمام. في مثلا يقول لك في المواصفات بيحدد لك أنواع المواد اللي هي هتستخدمها، تمام، وطبعا بيقول لك مثلا إيه شروط التنفيذ، مثلا بعد كده الاختبار بعد التركيب، خلاص، بعد كده القياس والسعر. طبعا كل الحاجات دي كلها التغذية بالمية لابد إن هي إيه تختبرها بضغط يعادل يعادل نص ضغط التشغيل لمدة 24 ساعة على الأقل. يزاد الضغط على اللبيب بعد تأكد من عدم وجود هواء داخلها تدريجيا إلى أن يصل ل10 جوي لدرجة ألف و7 لدرجة ب مثلا، يعني في مواسير الزهر الملفوف. أما مواسير الصلب فتصل ضغطها إلى ضغط الاختبار بعد 14 ضغط جوي بالدرجة ألف، أما وهكذا. يعني أنا بنشوف بس الاختبار بعد التركيب بيبقى عامل إزاي، تمام. طيب بعد كده بيقول لك مثلا يستمر الضغط النهائي لمدة 30 دقيقة على الأقل بدون حدوث أي انخفاض في الضغط. لو لقيت انخفاض في الضغط معناه إن فيه من الوصلات اللي عندي مش مظبوطة أو في تسريب مية، تمام. طبعا الكلام ده كله بيبقى موجود في الإيه في المواصفات اللي موجودة عندي في المشروع. كل مشروع طبعا بيختلف عن التاني، خلاص. طيب عندي بعد كده دي خطوط التغذية والأجهزة الصحية في دورة المياه. زي ما انتم شايفين كل
كل جهاز من الأجهزة بيبقى واصل له إيه؟ بيبقى واصل له طرف حار وطرف بارد. طبعا في الآخر خالص بيصرف في إيه؟ في فتحة التسريب بتاعه، يعني طرف بارد أهوت والطرف قصدي الطرف البارد أهوت والطرف الحار جاي من السخان. خلاص كذلك هنا طرف بارد وطرف الحار اللي جاي من السخان، وكذلك البانيو اهوت طرف الحار وطرف بارد. كل التوصيلات دي طبعا بتتحسب على محمله على كل جهاز، يعني توصيل التغذيه سواء الحار او البارد محمل على الجهاز بتاعه. خلاص يعني انا ما بحسبش الايه التوصيلات ديت نهائيا، لأنها بتكون محملة على إيه؟ على كل جهاز لحاله. خلاص؟ إلا لو ذكر في ال إلا لو ذكر في جداول الكميات أو المواصفات اللي عندي أو أي بند، أي مستند من مستندات العقد خلاف ذلك. خلاص؟ طيب، واضحة النقطة ديت يا باشمهندسين؟ تمام. بعد كده عندي أعمال الصرف الصحي، بتنقسم إلى الحاجات اللي إحنا هنقولها دي. يعني أول حاجة مؤسسة صرف مدفونة تحت أسفل أرضيات دورات المياه والمطابخ من الرصاص أو من الزهر أو من البلاستيك. باخد من كل جهاز عندي من الأجهزة الصحية اللي إحنا قلنا عليها، باخد منها الإيه؟ باخد منها ماسورة وبحطها بعد كده في السفن الأرضية، وبعد كده بتصرف على عمود أوايم مواسير، بعد كده بتصرف على أوايم مواسير صرف رأسية خارج الحوار تصل بين مخارج دورات المياه والمطابخ إلى شبكة الصرف في الدور الأرضي. خلي بالك في نقطة، إن أعمدة العمل للمرحاض والمباول بتكون مختلفة عن أعمدة صرف الأحواض والبنيوهات والبديهات. ليه؟ لان انا لو صرفت الاحواض والبنيوهات والبدايات على عمود صرف بتاع المواحد والمباوي، هبص الاقي في ريحه مش كويسه عندي في الحمام او المطبخ. تمام. وبرده بعمل عمود تهويه للايه للمراحيض بالقطر المناسب عندي. خلاص، سواء بيطلع لوحده او بعمل في الاخر خالص اللي هو البرنيطة بتاعت التهوية. خلاص. طبعا برضو أعمدة التهوية بعملها على أساس إن أنا إيه، إن ما يخدش ليش برضو ريحة مش كويسة في الحمام بتاعي. بعد كده عمل الجلتربات أسفل أعمدة الصرف الرأسية، ويتم تركيبها عند منسوب أرضية الدور الأرضي عند نقطة تحويل أعمدة الصرف من اتجاه الرأس للاتجاه الأفقي، وتعمل بنظارة أو مبقار. الجلتربات غالبا بتبقى يعني في مسافة قريبة من غرفة التفتيش، بوصلها على غرفة التفتيش على طول. خلاص. بعد كده عندي رقم 4، عمل السفنات الأرضية اللي هي بتاخد المية من كل جهاز وبعدين بتوصلها على ماسورة الايه القايم الرأسي. لا طبعا، عمود التهوية اللي هو عمود الشفاط، تقصد الشفاط ده بيبقى عمود تهوية على ماسورة قايم. تمام. بتطلع من قايم الصرف وبتطلع لفوق وبيبقى فيها برنيطة التهوية. تمام. أو بيبقى بيمتد العمود بتاع الصرف بتاعي لفوق، وبعدين بعمل برنيطة التهوية عليه. خلاص، ده اسمه عمود التهوية. إنما الشفاط مثلا، ممكن الشفاط بتاعي بيبقى تقصد الشفاط اللي هو موجود في الحمام اللي هو المروحة يعني؟ لا طبعا، عمود تهوية عبارة عن ماسورة قائم رأس. خلاص، على أساس إن هو يعني الروائح اللي هي مش كويسة
ما تخشش الحمام. طبعا احنا مش هنخش في تفاصيل الموضوع ده قوي، ولا في ازاي انا بنفذ المواضيع دي، احنا نسرد بس بنود على اساس الناس تبقى فاهمة الموضوع بس. ماشي. طيب عندي بعد كده طبعا عمل مزاريب صرف المطر بالاسطح العلويه ديت قوايم لوحدها. بركة جرجوري، جرجوري بيطلع من جرجوري ذات نفسه بيدي على القايم، قايم راسي بيبقى قايم لوحده، مش بصرف المطر على قايم، على قايم الصرف خلاص بيبقى قايم ليه لوحده. غير برضو القايم بتاع التغذية، ما بصرفش المطر بتاع على قايم، قصدي القايم اللي هو بتاع الصرف النحوات والبنيوهات خلاص. كل قايم لوحده. انا عندي قايم دلوقتي لصرف الكرسي، وقايم لصرف الحوض، وقايم لصرف المطر خلاص. كل القوايم دي كل واحدة لوحدها خلاص. اتصل بعمودة الصرف الرئيسية ومنها إلى المجاري العمومية أو إلى الأرصفة الموجودة خارج المجاري. يعني ممكن برضو أرمي المطر بتاعي على طول، أرمي مية المطر على الأرضية بتاعت الإيه، الأرضية بتاعت الفناء على طول، وبعمل ميل لأرضية الفناء، بعد كده بتخرج لإيه، لبره السور بس. بعد كده عمل مواسير صرف رأسية صرف أفقية مدفونة داخل الأرضية بالدور الأرضي، أو معلقة أسفل الأدوار الأرضية أو البدروم حتى المجاري العمومية، طبعا من الظهر أو من البي في سي برضه، الأقطار المناسبة المحددة باللوحات التنفيذية. يعني اللي أنا عملته في الدور الأرضي، اللي أنا عملته في أرضية الدور الأرضي هعمله برضه في الأدوار اللي إيه العلوية. بعمل مواسير صرف أفقية. لو أنا طبعا عندي سقف مستعار أو سقف معلق، بعمل الأرضية مكشوفة، بعمل مواسير مكشوفة على أساس إن أنا بعد كده لو عندي صيانة أقدر أعملها خلاص. لو عندي مثلا تسريب أقدر أصلحها على طول. وغالبا بتكون الحاجات دي في ايه، في المباني العامة زي المستشفيات وهكذا خلاص. وطبعا بعمل حسابي لكل جهاز عندي، بعمل له جراب تمام، بعمل ماسورة. وانا بصب الخرسانه طبعا بعمل ماسوره خاصه بالايه، خاصه بالجهاز اللي عندي. بعد كده بوصلها بكوع في الايه، تحت السقف. وضحت النقطه دي. اخر حاجه خالص عمل غرف تفتيش. بعد ما خلصنا القوايم والمواسير الأفقية بعمل غرف التفتيش بتاعتي. كل قايم الكوع بتاعه أو الطبة أو جزء من، يعني أي جزء من الأجزاء اللي هي التركيبات اللي هي مع المواسير بتبقى محملة على الماسورة، محملة على طول الماسورة خلاص. بعد كده بعمل غرف تفتيش يتم تحديد مواقعها وأبعادها وعمقها حسب ما هو محدد بالرسومات التنفيذية. يعني غالبا مثلا لو أنا عندي 10 حمامات، بعمل قصاد كل حمام غرفة تفتيش مثلا عشان أجمع الإيه المواسير اللي عندي في غرفة تفتيش واحدة، وبعدين الماسورة بترمي على غرفة التفتيش اللي بعدها، وهكذا لحد ما توصل لإيه؟ لغرفة تفتيش مجمعة. بعد كده بترمي على يا إما الشبكة العمومية للصرف، يا إما بترمي على خزان صرف أو خزان تحليل أو بيارة، على حسب يعني على حسب الموجود عندي. خزان التحليل طبعا يعني يلزمه على طول خزان صرف أو بيارة. إنما لو عملت خزان صرف على طول مفيش مشكلة برضه، خزان التحليل بيبتدي إن هو بيعمل ترسيب للمواد الصرف.
طبعا بتبنى غرف التفتيش في حالة إن تغيير اتجاه المجرى، التقاء خطوط المجاري، تغيير قطر أو نوع المواسير عند مسافة كل 15 متر كحد أقصى. تعمل من الخرسانة أو من مباني الطوب، ويتم تشكيل القاعة على شكل قنوات نص دائرية يسير فيها الماء، ويركب عليها غطاء من الزهر، وأبعادها الداخلية لا تقل عن 60 في 60. لو زادت عمق غرفة التفتيش عن 120 سنتي، بعمل سلم قريب من الغطاء، علشان إيه؟ علشان البني آدم اللي هينزل يقعد في غرفة التفتيش تحت يعرف ينزل فيه. خلاص؟ بيبقى اسمه منهول بقى في الحالة دي. طيب، في حد عنده سؤال؟ الشكل ده بقى بيوضح الايه، الكلام اللي احنا بنقوله. انا عندي جهاز، وده عندي جهازين اهو جنب بعض. الجهازين دول اترموا على غرفة التفتيش على طول، مفيش مشكلة فيه. انما الجهاز ده والجهاز ده الاتنين مع بعض مربوطين بايه؟ بسيفون أرضية. سيفون الأرضية ده رمى على سيفون الأرضية ده اللي بعده، اللي هو بيرمي. طبعا ده حوض غسيل وده حوض غسيل، يعني مياه نظيفة. خلاص، ده سيفون أرضية رمى على سيفون أرضية، مفيش مشكلة. إنما لو أنا عندي هنا سيفون أرضية للاتنين دولت، مقدرش أرمي ده على ده. خلاص، أنا هنا سيفون الأرضية ده رمى على سيفون الأرضية ده، اللي هو الفلور تري. خلاص كده. بعد كده سيفون الأرضية ده رمى على جليتراب. شكل الجليتراب بيبقى عامل إزاي؟ بص عليه بقى، بص على الصور الموجودة على النت وكده. خلاص، ما تقدرش تديك تفصيلة يعني، مش موضوعنا يعني. خلاص يا باشمهندس، معلش. جليتراب بيرمي بعد كده على غرفة التفتيش. غرفة التفتيش دي بترمي على غرفة تفتيش تانية، أو بترمي على ماسورة، بترمي على بترمي على شبكة الصرف الرئيسية، أو بترمي على خزان التحليل، أو بترمي على بيارة الصرف على طول. خلاص يا باشمهندس، واضحة كده؟ كل ماسورة من دولت بكتب جنبها، يا ريت بكتب جنبها الطول بتاعها مثلا لو 11 متر، وبكتب جنبها القطر بتاعها. القطر بتاعها طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده، جميع المواسير بتتقاس من الداخل، خلاص، ما بتتقاس من الخارج. واضحة كده؟ أعتقد كده الأمور واضحة يعني. طبعا ده دور أرضي، واضح إن مفيش قايم هنا ولا قايم هنا، فعشان كده ده دور أرضي. طبعا الدور الأول بيبقى فيه قوايم هنا، قوايم رأسية هنا، قوايم أو قوايم عمل، اللي هي بترمي بعد كده على إيه؟ على جليتراب أو على غرف تفتيش عرض. خلاص يا باشمهندس، واضحة كده؟ في حد عنده سؤال؟ طبعا انا عندي، على اساس برضو ان احنا نسهل عليكم، احنا طبعا مفيش رسومات للمشروع عندنا الصحي، فهنمسك مثلا الرسمة ديت. عندي ده 3 بوصة، بحسبه لوحده. خلاص، ده برضو 3 بوصة، يبقى بحسب الجزء ده كله لوحده. ده 4 بوصة اهو، وده ممكن يكون 3 بوصة، بتحسب مع ال3 بوصة. يعني ده مثلا لو هو مثلا 60 سنتي، وهنا مثلا متر ونص، وهنا برضو 60 سنتي، يبقى ده 1.20 متر، وده 1.5 متر، يبقى ده 2.80 متر. خلاص، يبقى أنا بكتب في الكراسة بتاعتي مواسير بي في سي 3 بوصة، 2 متر وكام و8. عندي هنا مثلا 1.40 متر، 4 بوصة، وعندي هنا مثلا 1.40 متر، 1.40 متر، يبقى التلاتة دولت بيتحسبوا لوحدهم برضو، لأنهم قطر 4 بوصة. خلاص، وده عندي قطر 6 بوصة. خلاص اهوت. وبعد كده عندي لو في غرفة تفتيش تانية 6 بوصة برضو، أحيانا ده بيكون 4 بوصة برضو، واللي بيرمي على خزان الصرف بيبقى 6 بوصة، على حسب الإيه اللي موجود عندي. كل ده، كل قطر بيتحسب لوحده، والجلتراب بيتحسب لوحده، وغرف التفتيش تتحسب بالعدد لوحدها أو بالمقطوعية زي ما يكون عندي في المقايسة. خلاص، وطبعا السيفونات الأرضية لو هي موجودة، لو هي موجودة عندي، كل واحدة بتتحسب بالعدد لوحدها.
خلاص يا باشمهندس، واضحة كده؟ واضحة؟ في حد عنده سؤال؟ الكلام اللي احنا قلناه؟ الميول بقى بتبقى على حسب ال بتبقى على حسب الموجود عندي في الرسومات أو في المقايسة، يعني مثلا أحيانا بيكون 1%، 2%، على حسب المواصفات الموجودة عندي. خلاص، الخارجي برضو نفس القصة، أنا بحدد برضو على الرسومات دي، اسمها رسومات تنفيذية أو شوب درون، بحدد عليها برضو الميل. هنا بكتب عليه، بكتب على كل ماسورة الميل بتاعها. خلاص، يعني مثلا 1%، بكتب هنا الماسورة دي 1%، بطول كذا بطول كذا. خلاص، آخر نقطة عندي طبعا يعني أسلوب القياس وحصر الكميات. الأجهزة الصحية بيقاس كل نوع على حدة وحسب مقاسه ونوعه والمادة المصنوع منها. خلاص، تقاس المواسير وملحقاتها سواء للصرف والتغذية حسب أقدارها وموادها المختلفة كل نوع على حدة. يعني بحط المقايسة عندي، لو بحط كل جهاز لوحده في المقايسة، لو عندي جهازين من نفس النوع ومن مادة مختلفة بحط كل جهاز لوحده في المقايسة. خلاص، بعد كده عندي المواسير، مواسير وملحقاتها اللي هي الإقواع والاتجاهات والطبات والحاجات دي كلها. خلاص، سواء للصرف أو للتغذية حسب أقطارها ومواردها المختلفة كل واحد. يعني لو عندي أقطار مختلفة بحط كل قطر لوحده في المقايسة، لو عندي مواد مختلفة، لو عندي مثلا مادة الظهر ومادة بي بي سي بحط كل مادة لوحدها. ده لو أنت بتعمل مقايسة يعني. غرف التفتيش وخزانات الصرف كلها بتقاس كل على حسب مقاسه وعمقه وأسلوبه في الإنشاء بالمقايسة وحدات القياس. الأجهزة الصحية بتقاس بالمقطوعية، لو ما عندكش حاجة اسمها مقطوعية يبقى بالعدد، شاملة جميع التركيبات والتوصيلات الداخلة والخارجة حتى أقرب مصدر صرف أو تخزين. إحنا قلنا الكلام ده، قلنا الحمام كله ما بنحسبش فيه الإيه؟ لا الصرف ولا التغذية. لو هو قال الكلام ده، إنما لو ما ذكرش بالنص كده وحط لي كل قطر لوحده، يبقى أنا بحسب كل قطر لوحده في الإيه؟ في الحصر بتاعي. خلاص؟ لازم يذكر إن الأجهزة الصحية بالمقطوعية شاملة جميع التركيبات والتصوير الداخلة والخارجة حتى، يعني النص ده لازم يكون موجود عندي. لو هو مش موجود عندي وذكر كل قطر لوحده، يعني قطر 5 بوصة مثلا، نص بوصة وتلات أرباع بوصة مثلا، يعني في التغذية الداخلية في الحمامات، فأنا بحسب كل قطر لوحده، قطر حار مثلا، المواسير حارة لوحدها ومواسير باردة لوحدها مثلا. خلاص، مواسير تقاس بالمتر الطولي طبقا للمواد والقطر، ولا تحسب أطوال القطع المخصوصة أو الأكواع. برضو البند ده لازم يذكر عندي، لأنه لو ما ذكرش الجزء ده يبقى أنا بحسب طول القطع المخصوصة أو الكوع ضمن الإيه؟ ضمن الماسورة بتاعتي. لازم يذكر البند ده صراحة، لازم يذكر ضمن المواصفات المشروع عندي. خلاص، خلي بالكوا من وانت بتقرا المواصفات كويس جدا، زي ما احنا قلنا بنأكد كل مرة ان كل مشروع له المواصفات الخاصة بتاعه. خلاص، غرف التفتيش وخزانات الصرف بالمقطوعية وتشمل جميع التركيبات والتوصيلات الخاصة بذلك. وكده نكون هنا محاضرة النهاردة، بس يعني احنا للأسف ان احنا ما عندناش رسومات الصحي بتاعت المشروع عشان نقدر نطبق عليها، بس الموضوع سهل ان شاء الله. تقدر انت تبص على اي مشروع عندك وتحسب المواسير لوحدها وتحسب الايه غرف التفتيش لوحدها والأجهزة الصحية طبعا بالعدد لوحده، والموضوع بالنسبة للحصر ان شاء الله سهل. في حد عنده سؤال؟
طب في حد مش فاهم حاجة في اللي احنا بنقوله؟ طيب تمام، يعني الموضوع بيتلخص في إن الأجهزة الصحية اللي موجودة عندك بتحسبها بالعدد أو بالمقطوعية، تمام؟ المواسير الموجودة عندك في المشروع بتاعك بتحسبها بالمتر الطولي زي ما هي موجودة عندك في المقايسة، خلاص؟ غرف التفتيش والخزانات اللي موجودة عندك كل واحدة بتتحسب لوحدها بالإيه؟ بالمتر، بالعدد أو بالمقطوعية. أتمنى إن إحنا نكون لمينا الموضوع، بس الموضوع إن شاء الله سهل يعني، الموضوع إن شاء الله سهل في الحصر. في حد عنده أي سؤال، أي استفسار، أي ملحوظة؟ حد عايز يضيف حاجة؟ بص عامة الأحواض، بص دي مش ضمن المباني، إحنا بنتكلم على المباني مش على الصرف الصحي بتاع مدينة بالكامل، خلاص؟ اللي هي سواء أحواض الترصيب والتخدير مش عارف إيه الكلام ده كله بتبقى في المحطات الكبيرة، خلاص؟ دي بتتحسب برضو، أعتقد إنها بتتحسب بالموضوعية الأحواض دي، كل واحدة لوحدها زي غرف التفتيش وخزانات الصرف بالظبط، مع اختلاف الإيه؟ مع اختلاف الحجم أو المقاس أو خلاص. السيبت تانك اللي هو خزان التحليل يا باشمهندس بيدخل ضمن خزانات الصرف، بيدخل ضمن البند الأخير عنده، وفاز طرف في التفتيش وخزانات الصرف بالمقطوعية ويشمل جميع تركيبات وتوصيلات الفصل. أعتقد الموضوع بسيط، بس إحنا حبينا نفصص كل حاجة لوحدها على أساس الناس تبقى فاهمة الموضوع ماشي إزاي. هندي تمرين بسيط كده على أساس الناس تبقى إيه، يعني تبقى مركزة معانا وتفهم الموضوع أكتر إن شاء الله. المحاضرة الجاية آخر محاضرة إن شاء الله بنعمل المقايسة بتاعتنا، بحطها طبعا على الجروب الأول إن شاء الله، ونمسك كل بند كده لوحده ونشوف البنود اللي إحنا حصرناها ونحط الكميات بتاعتنا بعد كده بنطرحها إن شاء الله.